أول شيء أستاذ إلي، سؤال بمختصر، شو آخر تطورات عم بتصير بنادي الحكمة حالياً؟ أنا ما بعرف شو عم بيصير بنادي الحكمة. أنا بعرف أنه أنا كعضو جمعية عمومية طلبت حق الطبيعي أني أعرف قديش فات مصاري على النادي وقديش صرف وقديش عقود اللاعبين، لأنه في بروتوكول موقع قدام المطران مطر وفي ملحقات له بيقول أنه في فريقين بدهم يدفعوا مليونين و400 ألف دولار على 3 سنين لرعاية النادي. وعلى هذا الأساس أنا شخصيا كممثل حزب سياسي أعلنت عدم قبولي بعدم ترشحي، سحبت ترشيحي بالانتخابات اللي انا عملتها على الطريق، ولو ما انا عملتها على الطريق هاي الانتخابات ما في نادي حكمة اليوم. ما بعرف شو عم بيصير، تخفيض لعقود لعيبه وتخفيض لرواتب لعيبه، هيدي مشاكل داخليه في رئيس وامين سر مستقلين او مش مستقلين ما بعرف. يعني في كوتش يعني مع احترامي وتقديري ومحبتي لإله، أنا اللي مضيته كونترا مع نادي الحكمة وكل الناس صارت تعرف هذا الشيء، كل مرة بنسمع منه خبرية بقى أساس بلشوا تمرين، رجعنا طلعنا مرتين ثلاثة ما شفنا في تمرين، اليوم بيقولوا اللعيبة خفضوا ما خفضوا، وافقوا ما وافقوا، في ضياع تام. وبقول لك أكثر من هيك، اليوم اللعيبة بيصيروا فري، يعني اليوم بتخلص عقودهم، خلصت عقودهم اليوم. إذا ب 30 سبتمبر ما أخذوا حقوقهم أو ما قبضوا رواتبهم بيصيروا فري. أوكي، بحال هن ما قبضوا رواتبهم وصاروا فري وما يعني ما قبلوا يخفضوا رواتبهم وراحوا على الفيبا، شو موقفهم راح يكون؟ أنا مني لا عضو لجنة إدارية ولني ممول للنادي ولني عماد وكيم ولني نديم حكيم ولني وديع العبسي، أنا زلمي عضو بالجمعية العمومية. سبق أنه ساعدت هالنادي عايام إلي مشنتف بسبونسر اللي هو استاذ وديع العبسي بمبلغ معين، تاني سنه جينا ركبنا هيدا الفريق اللي بعدكم عم بتشوفوه، وما بعرف شو بدهم يعملوا، ما في اقول لك شو بدهم يعملوا، بس انا بقول لك انه المشكله عندهم مش عنا. يعني يمكن هن تغطوا بطلبي انا واعضاء الجمعيه العموميه انه بدنا نعرف شو انصرف مصاري حتى يطلعوا من الموضوع، لانه إذا مزبوط الحكي اللي عم بينحكى، أستاذ عماد وكيم امبارح عامل تصريح لموقع ناو بيقول إنه القوات اللبنانية دفعوا كل اللي وعدوا فيه، بينما الأستاذ نديم حكيم وأستاذ جو عبد المسيح عملوا بيان قالوا فيه إنه في فريق سياسي أخل بالعقود، ويبدو مش عم بيفرجونا أو مش قادرين يفرجونا شو فات مصاري وشو ظهر مصاري من النادي لهيدي الأسباب. في خلافات بين بعضهم، لأنه أستاذ جو عبد المسيح كمان بيقول امبارح لأحد الأشخاص إذا بدك اللي عم بيدخلوا بالصلحة إنه خلي عماد وكيم يدفع الميتين ألف اللي أخدهم من جورج شلهوب كدين وقت اللي دفعناهم. يعني في بلغوصة طويلة عريضة مش قادرين نعرف شو فيها. أكيد في أزمة بنادي الحكمة، بس إذا عم بيحاولوا يلبسوني إيها لألي ولأعضاء الجمعية العمومية أنا بعرف كيف بطلع منها. فأصلا طلب البيان المالي اللي طلبته حضرتك هو لتوضيح الأمور، مش حقي؟ بس برأيك نادي الحكمة هلأ هالفترة بيحمل بعض خضات؟ وين الخضة؟ بس بدي اقول لك شغله وبدي اقول لك اللي عم بيشوفوا هلا، انه انا الدعوه اللي ربحانها انا واعضاء الجمعيه العموميه الخمسه اللي هي بتعيين حارس قضائي على نادي الحكمه تضمن الدخول خبير مالي. وانا بستغرب هون كيف استاذ نديم حكيم وكيف استاذ جو عبد المسيح بيسيروا الامور هيك كانه عادي. فات خبير والتقرير موجود، واذا بتحبوا شي نهار بنعرضه على التطبيق تبعكم. بيقول انه من سنة 1943 من تاريخ انشاء نادي الحكمة لليوم ما في محاسبة بنادي الحكمة. قطع هنري اسمر، قطع من وراء انطوان شويري، لك مين عم سمي لك، قطع من وراء هنري شلهوب يلي كان معه جو عبد المسيح وكان معه نديم حكيم باللجنة الادارية، واحد نايب رئيس وواحد امين سر، رجع اجا جورج شهوين، رجع اجا اليم شنتف، واليوم نديم حكيم. ما في ميزانية بنادي الحكمة، هيدا شيء معيب بحق مؤسسة مثل نادي الحكمة. انا وين الخضة اللي عم بعملها؟ مش انا عامل خضة، هني عم يعملوا خضة مع اللعيبة. ومبارح بخبرك شغل، نهار الاحد بورشة العمل تبع اتحاد الباسكتبول لعيبة الحكمة تفاجأوا بانه ولا لاعب بنادي تاني من يلي عم بيطالبوا بثلاثة اجانب رح يندق بمعاشه او بعقوده. يعني قال احمد الصفدي، وما بعرف اذا كنتوا موجودين، انه نحن ما رح ندق باي راتب لاي لاعب محلي، عم نطالب بثلاث اجانب لنسوق ولا حتى يجينا سبونسر اكثر. فاذا البادجت بس حتى مع تخفيض البادجت مش عم بيدقوا بعقود لعيبة الاليت اللبنانية الا بنادي الحكمة.
والمفارقة كمان انه السنة الماضية حتى يمكن يطلعونا او يطلعوني انا والفريق يلي كان بنادي الحكمة ويلي بني هيدا النادي هيدا الفريق كلاعب وكمدرب وكإداري انه نحن ما كنا بنسوى او كنا عم نضر نادي الحكمة، رفعوا لهم عقودهم 30%، اجوا اليوم بدهم يخفضوا لهم عقودهم وبدهم يخفضوا لهم رواتبهم. في خمسة من اللاعبين حسب ما عرفت انا بيناتهم ثلاثة من الصف او اربعة من الصف الاول رفضوا قطعيا هذا الموضوع وطالبوا انه يا بدهم يروحوا على الفيبا ينفذوا عقودهم يا اما بدهم استغناءاتهم. وانت بتعرف انه شانفيل اليوم ما عنده كتير لعيبه، بحاجه لاربع خمس لعيبه، المتحد نفس الخبريه، عمشيت اذا بده يرجع يلعب كمان بنفس القصه، يعني عندك ثلاث اربع نوادي بحاجه لاستقطاب لعيبه واكيد بياخذوا لعيبه نادي الحكمه، لانه حتى في احد لاعبين نادي الحكمه ما بدي اذكر اسم ما بدي ازيل الصبي قال لي علنا انه انا اليوم عم باخذ مبلغ معين بنادي الحكمه اذا بده يشيلوا لي 35 او 40% منه، هو نفسه المبلغ باخده بالشانفيل او بعمشيت او بالمتحد وهونيك في ستابيليتي اكثر من نادي الحكمه ومعه حق فيها. سؤال، هل في الاستاذ وديع العبسي بالعوده لنادي الحكمه كممول؟ بدك تسال الاستاذ وديع العبسي، بس انا اللي بعرفه انه بهيدي الشروط، يعني اليوم تخيل شغلي انه نحن وقت اللي اجى استاذ وديع العبسي فات على نادي الحكمه حط اول سنه مبلغ 250,000، ثاني سنه 1.5 مليون لركب هيدا الفريق، ما طالب بعضو باللجنه الاداريه، ما طالب بعضو بالجمعيه العموميه، وهذا شيء موثق، خلي حدا يخبرنا عكس هيدا الشيء. اليوم بتلاقي استاذ نديم حكيم وجو عبد المسيح من قبل بيت شلهوب بدهم يدفعوا السنه 500,000 دولار، رئيس وامين سر عندهم الامضاء على الميلتين يعني، وكل خمس دقائق بيعتكفوا وبيروحوا. طب انا بدي اسال انه هل صح انه الرئيس وامين السر قدام اي مشكله صغيره او كبيره يقولوا نحن اعتكفنا؟ انا بقول لك اكثر من هيك، انا إلي نصار، انا وخيي ومرتي وكل البمون عليهم بالجمعيه العموميه انتخبنا نديم حكيم وجو عبد المسيح، هن ما اجوا انتخبوا حالهم باخر انتخابات، ولو ما بدنا اياهم ما انتخبناهم. وانا كمان بعدني لهلا بتصل باستاذ نديم حكيم بقول له الهوى تبع المؤسسه اللي انا بشتغل فيها مفتوح لك للرد اذا بتلاقي حلك مهنيا غير قصه الخلاف. ما بيقول انه هو ما بيحب يطلع يحكي، بس انا عم بسال وعم بسال كل جمهور نادي الحكمه، في حدا يخبرني وين نحن عم نعرق المسيره نادي الحكمه؟ سؤال، المطران بولس ماتر لما اجتمعتوا فيه شو طلب منكم اولا؟ ثانيا هل انتم يعني حضرتك وفريقك السياسي عم بتمثلوا مع بقاء نديم حكيم بنادي الحكمه على راس نادي الحكمه مع فريق عمله؟ واذا لا هل عندكم بديل؟ انا بدي اوضح للمشاهدين شغله، انا من نهار الانتخابات اللي صارت اخر انتخابات وقت اللي اعلن التيار الوطني الحر انه هو غير معني بمشاكل نادي الحكمه وقفت التعاطي بموضوع نادي الحكمه كحزبي، عم بتعاطى بنادي الحكمه كإلي نصار لاعب الفريق السابق وعضو الجمعيه العموميه وعندي اصدقاء واصحاب بقلب الجمعيه العموميه، هيدي هي اللي عم بتعاطى فيها مش شيء ثاني ابدا. هلا بتقلي حزب التيار يستفيل، قال انه هو ما دخلوا بنادي الحكمه، انا هلا بس عم بحكي باسمي الشخصي كإلي ميشيل نصار لاعب النادي السابق وعضو الجمعيه العموميه. ما بعرف شو بده التيار الوطني الحر، بيقدروا يسألوا التيار الوطني الحر، ما بعرف شو بده وديع العبسي، بيقدروا يسألوا استاذ وديع العبسي لانه هو الوحيد اللي بيعرف يجاوب على هذا الموضوع. انا بقدر اقول لك عن حالي، انا بدي اعرف شو فات مصاري وشو طلع من نادي الحكمه وشو هني عقود اللاعبين لانه هيدا حق مكتسب لإلي، واذا ما قادرين يامنوها يعني في علامه استفهام كبيره، ان كان على نديم حكيم وجوزيف عبد المسيح وبيمثلوا بيت شلهوب وان كان على الفريق الثاني اللي بيمثل القوات اللبنانيه. انا وقت طلعت عند المطران قلت له للمطران انه في بروتوكول صار عندك سيدنا، البروتوكول بينص على تمويل معين وفي ملحق للبروتوكول، هن دائما بيحكوا عن البروتوكول ما بيحكوا عن الملحق تبعه يلي كمان بعده موجود وكان اتفاق بين عماد وكيم وإلي مشنتف وجان حشيش والفريق اللي كان عم بيفاوض، بيقول انه في ثلاث اطراف بدهم يدفعوا 800,000 على مده 3 سنوات، بالمقابل بيطلع للقوات عضوين بيستقيل عضوين وبيفوت عضوين للقوات، تسحب الشكاوى من كل الاطراف. جينا على استحقاق سحب العضوين، استقال المحامي جان حشيش واستقال لبيب شبلي، اوكي. جينا على الانتخابات الفرعيه، تم الدعوه للانتخابات الفرعيه، لم تسحب الشكاوى وقتها لا بحق إلي مشنتف ولا بحق جان حشيش لانه انا ما علي شكاوى، انا متشكى وربحان الشكاوى تبعولي. ترشحت على الانتخابات الفرعيه،
يومتها قامت القيامة. أستاذ نديم حكيم وأستاذ جو عبد المسيح بقول لك بأي تاريخ حتى مقيدهم كلهم أنا، اعتكفوا وأنا عم بضرب البروتوكول وقامت قيامة الجمهور والفيسبوك ونزلوا مسبات في أنا عم عرقل. طلعنا عند رئيس المدرسة قلنا له يا أبونا نحن لا عم نعرقل ولا بدنا شيء، في بروتوكول وأنتوا عم بتقولوا أنه البروتوكول بينص على سحب الشكاوى. قال ايه؟ قلت له اعطيني ورقه اكاتر بيضا مضيت له تحت. قلت له اول ما يسحبوا الشكاوى الفريق الاخر عن مشنتف وعن جان حشيش، لانه جان وإلي سحبوا الشكاوى والمحامي ميشيل خوري كمان كلمه حقته قال سحب شكوى ال 137 عضو بالجمعيه العموميه. قلت له هاي ورقه، مضيت له على ورقه بيضا وقدمنا له اياها، قلنا له بس ينسحبوا الشكاوى اسحب لي ترشيحي. اعتكفوا نديم حكيم وجوزيف عبد المسيح وقامت القيامه يومتها. طيب مضينا له للمطران وللرئيس المدرسة على ورقة بيضة، يعني نحن مش عم نعرقل، نحن بدنا نمشي الأمور. خلصت القصة، راحت القصة. طب اليوم بقى أنا عملت هيدي الانتخابات ورح أكشف لك هاي لأول مرة، كنا أنا وإلي مشنتف وجهاد سلامي وزياد عبس مجتمعين قبل بليلة، ليلة سبت قبل بليلة من الانتخابات، كان القرار إلي مشنتف رئيس أنا نايب رئيس، أوكي؟ نزلنا على الانتخابات، طلع قرار التيار الوطني الحر ب الانسحاب من معمعة نادي الحكمة، سحب الترشيحي أنا، سحب تغيرت التركيبة، فات نديم حكيم رئيس وإلي مشنتف نايب رئيس بدالي، أنا قعدت على جنب لأنه في القوات اللبنانية يلي أنا بدي أشكره لعماد وكيم لأنه دفع مصاري بنادي الحكمة مثل ما شكرنا قبل كل اللي قطعوا بنادي الحكمة، قعدنا على جنب. طب أنا اليوم في بروتوكول اعتكفته يا نديم حكيم وجوزيف عبد المسيح، قلتوا أنه إلي نصار عم بخربط البروتوكول وقت اللي ترشح على الانتخابات علما أنه ما انسحبوا الشكاوى، بس انسحبوا الشكاوى أنا قعدت على جنب. رحنا على الانتخابات، ما في تبرئة ذمة للجنة السابقة، ما في بيان مالي، ما في بيان إداري. يا خي كيف هيدي في علامة استفهام كبيرة؟ هلأ أنا عضو جمعية عمومية بنزل على القضاء بجمد النادي، في هلأ أحرك دعوة الحارس القضائي؟ ما في لا بيان مالي من اللجنة السابقة ولا بيان مالي ولا بيان إداري. هيدا نادي اسمه نادي الحكمة بيقولوا ممثل المسيحيين. طب وين رايحين بعدين؟ لوين بدنا نوصل؟ خلصنا منها. طب أنا اليوم مش حقي أسأل وين هالبروتوكول؟ البروتوكول أنا استقلت وسحبت ترشيحي مرتين لأنه في بروتوكول عند سيدنا بيقول القوات بدون يدفعوا 800 ألف، بيت شالهو ب 800 ألف، والشيخ الخازن بده يدفع 800 ألف، انسحب. قال عماد وكيم أنا بغطي 800 ألف على 3 سنين. طب أنا انسحبت، فرجوني وينني يا خيي، أنا معكم خفضوا ميزانيتكم مليون فرجوني كيف انصرفوا المصريات. طب أنا بكرة يمكن يطلع لي شوفر كاميون أو يمكن يطلع لي أوتيل أو يمكن يطلع لي صاحب شركة تأجير سيارات بيقول لي أنا في مصاري على نادي الحكمة، بيكون نديم حكيم فل على بيته وجو عبد المسيح فل على بيته ونديم حكيم وعماد وكيم فل على بيته، مين بده يتحملهم؟ نادي الحكمة. هيدا النادي أنا فاني عمري فيه، لاعب فوتبول، فايت محاكم من ورا نادي الحكمة، أنا ورهيف علامة وكل أعضاء كل رؤساء اتحاد الفوتبول قبل. هلأ بتشوف لي كم واحد من الجمهور بيطلع بيعيط وبيصرخ، مش هيدا هو جمهور نادي الحكمة؟ جمهور نادي الحكمة هو جمعيته العمومية ويلي أنا بقلك بكل تواضع منا بنفس التوجه، أوكي؟ اللي عم نقوله نحن اليوم حقنا الطبيعي نعرف شو فات على مصاري على النادي وشو طلع مصاري من النادي. ما بدون أنا في عندي شكوى مقدمة بدي عين خبير مالي على النادي وهذا حق من حقوقي، مش عم بعرقل. إذا ركبوا فريق هلأ أو لعبوا بطولة وطلعوا وعملوا كل اللي لازم مين بيقدر يوقفهم؟ أنه هلأ بدك تقلي أنه تعيين خبير مالي بيوقف بيخلي جوليان خزوع ما يقبل بتخفيض 40% أو رودريك عقل أو ما بعرف مين اللعيبة، مع احترامي لقلهم. شو وين العرقلة؟ طلع استاذ وديع سألهم وين العرقلة؟ خي خبروني وين عم عرقل. أنا عم بطلب بيان مالي وإداري، القوات بيقولوا دفعوا كل شيء، أنتوا بتقولوا القوات ما دفعوا. طب في حدا عم بيكذب بالموضوع، خلينا نعرف كأعضاء جمعية عمومية شو صاير. سؤال أخير، هلا عرفنا انه بطولة الباسكت مبدئيا رح تبلش بعد شهر وجمعتين يعني، نعم، وبطولة الفوتبول بلشت. فريق الحكمة نادي الحكمة ممثل بهالدورتين، بظل كل هالظروف شو برأيك مصير فرق الحكمة اللي يعني بالباسكت والفوتبول، وشو برأيك الحل بهالنادي؟ يعني العالم اذا بدك تعبت شوي
وحضرتكم تعبتوا، فبرأيك شو الحل؟ شو الحل؟ نحن ما تعبنا من شيء، نحن بنادي الحكمة، أنا من عمر 17 سنة لعبت فوتبول بنادي الحكمة، كان في بطولة شرقية وبطولة غربية ورجعنا نزلنا لعبنا بالبطولة الموحدة، بعدني من عمر 17 سنة لعمر 47 سنة بعدني بنادي الحكمة وما رح أترك نادي الحكمة ولا رح أزهق ولا رح أتركه لأي طرف سياسي، إن كان التيار وإن كان القوات اللبنانية. أنا اللي عم أقوله اليوم هيدا السؤال بخصوص المستقبل بدك تسأله للي عم بيديروا النادي، أنا فوضتهم يديروا النادي بس أنا ما فوضتهم إنه ما يعطوني بيان مالي وإداري لأنه هيدا حق من حقوقي. وزادت شكوكي أكتر، تبي في حدا بيقول لك هلا عم يطلع يتهمون بالسرقة، هلا يمكن يطلع كوتش فؤاد مثل ما طلع، عيب هيدا الحكي مع نديم حكيم ومع جوزيف؟ لا مش عيب مع حدا، أنا وقت بيطلع عماد وكيم بيقول أنا دفعت كل المصريات اللي هن 1,600,000 دولار وأستاذ نديم وأستاذ جو بيقولوا لا نحن ما دفعنا، صار عندي علامة استفهام كتير كبيرة وحقي أعرف إن كان في كوتش فؤاد بده أو ما بده كوتش فؤاد. اللي عم بقوله أنا اليوم الحل بنادي الحكمة هو التالي، يا أما يجتمعوا الكل تحت مظلة حدا منه طرف بهيدا الموضوع، وأنا برأيي إذا بدك بكل تجرد هلأ عم بقوله يمكن يزعل أستاذ نديم وأستاذ جو، أنا برأيي صاروا طرف بالمعمعة، لأنه وقت اللي ما بيطلعوا بيحكوني عن مؤسسة، أنت بتعرف أنه المؤسسة كليك واحدة على الكمبيوتر بيطلع لك بيان مالي وإداري وبيسكتني، قد يكون صح قد يكون خطأ بس بيسكتني، أما أنه يقول لي لا ما قالك حق وانطور ليجي موعد ما بعرف شو، في علامة استفهام. وكبرت وقت اللي قال عماد وكيم أنه أنا دافع كل مصرياتي، مش بس عماد وكيم كمان بودي معلولة التقيت فيه أنا وقال لي نحن كقوات لبنانية دفعنا كل المصريات اللي وعدنا فيهم اوكي، بس السنة عم نخفض ل 600,000 دولار عبر الاستاذ بيير كخيا، هيدا حقهم، هيدا صار غير موضوع، هيدا انخرق البروتوكول. فاذا القوات اذا ما قادرين يامنوا بيستقيل واحد من الاثنين اللي لهم، تتغير لجنة إدارية بفوت حدا للحزب الثاني بيزبطوا التمويل، صار غير موضوع. اما انا ينقل لي لا ما في بيان مالي واداري، هيدا انا بلاقي الحل. هلا بطرح لك مبادرة، في كتير اخوارني بنادي الحكمة يمكن منهم اعضاء بالجمعية العمومية بس اذا بدهم حل بيروحوا الكل على بيتهم بيجيبوا خوري، إن كان رئيس النادي إن كان رئيس جامعة الحكمة إن كان أيا كان، يجي بيقول تعوا لهون هيدا نادي بيمثل المسيحيين بلبنان، عم تتخانقوا بالسياسة عليه، فلوا يا سياسيين، تعوا اللي بده يحط مصاري، وساعتها بتبين النوايا إذا كانت نوايا انتخابية أو لا، بده يحط مصاري هيدا حساب النادي، وأنا كخوري كرجل دين بعمل الفريق فرق يمكن ما نربح البطولة من أول سنة، لانه انتبه هن وقت اللي اجوا وعدونا بالبطوله وبالربح و و و وخسرنا البطوله بالفوتبول، منيح لما نزلنا درجه ثالثه فرقت معنا عشوائي، اما على ايامي انا طلعت درجه اولى والاتحاد غير النظام ورجعنا درجه ثانيه. فاللي عم بقوله انا اليوم في حل، بتجيب خوري، انا بقول لك بعطيك اسم بركميل مبارك يلي بيقدر يجمع القوات والعونيه والاشتراكيه وكل العالم تحت مظلته، يجي يقول انا تعوا لعندي عامل نادي بجامعة الحكمة بيضم كل الأطراف وكلهم ممثلين بس برعايته، يجي يقول أنا مشرف على نادي الحكمة وينعمل لجنة بلا رئيس وأمين سر وما بعرف شو، بتنعمل لجنة كل حزب بده يفوت بيفوت، كل جهة بدها تمويل تفوت قد ما بدها تمويل تمويل، وكله راجع على مترنية بيروت. برأيك حدا رح يقبل؟ أنا بقول لك ما حدا رح يقبل. أهلا وسهلا.